أخي الكريم أبا خالد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في راتبك. جمهور أهل العلم من المتقدمين والمعاصرين كذلك لا يوجبون الزكاة في الراتب حين قبضه، وإنما يوجبون الزكاة في المال المدخر منه إذا بقي هذا المال المدخر عندك إلى اليوم الذي عقدته حولا لك في السنة. فإذا بقي هذا المال عندك فإنك إلى ذلك اليوم الذي عقدته حولا في السنة فإنك تزكيه. هذا قول الجمهور أنه لا يجب الزكاة فيه حين قبضه، وإن كنت قد ذكرت أن بعض أهل العلم منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه من الصحابة، ومعاوية رضي الله تعالى عنه، وربما كذلك يعني تبعهم بعض العلماء على مر يعني عصور الإسلام، قرروا وجوب الزكاة في المال حين يقبض، وجوب الزكاة في المال حين يقبض. بعض الناس يجعل هذه الزكاة يعتبرونها زكاة مال مستفاد، كل من يقول بزكاة المال المستفاد فإنه يقول بزكاة الراتب، والظاهر الله تعالى منه هذا قوة الزكاة في أقوى من المال المستفاد، لأن المال المستفاد يدخل فيه ما استفاده الإنسان بدون كسب منه كالإرث مثلا. فطائفة من أهل العلم حتى أوجبوا الزكاة في كل ما يستفاد حين يدخل على الإنسان، فإنه يطهره بإخراج ربع العشر منه. هذا قول، والقول كما ذكرنا جمهور أهل العلم أنه لا يجب فيه الزكاة. ولا شك أن الأحوط للإنسان والأبرأ لذمته والأبرك له في ماله إخراج الزكاة عن مثل هذا، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، لأنه قول طائفة من الصحابة والله تعالى. Thank you.